أي نعسان خوف الدراج تسرع اوقع واخيرا سب ما تتحمل الميدي يدري شنو السالفة. البارحة كان استقبالي للطلاب، أنا غبت واليوم أول يوم محاضرات فجيت يعني، وأني محاضراتي بالعشرة بعد نص ساعة بس يمشي خلنا نركض يلا ما أقدر بعد هاي تعبت. أول شيء مبروك عليكم بالضبط في كلية الطب، بعد ما أعرف يعني حاولوا تلقون طريقة حتى شوية أحسن. هاي بالسعودية دعس روحي أول ابتدار أشوف بسرعة ضبطت ترى ضبطت شباب. للمنتخب السعودي حليب للمنتخب السعودي. طبعا تيهت ما اعرف وين اروح.